أكد اتحاد البنوك المصرية على الالتزام التام بصرف قيمة التحويلات الخارجية لمستحقيها بنفس عملة التحويل، نفياً ما يتردد من شائعات بشأن التوقف عن صرف حولات المصريين بالخارج أو اشتراط الحصول على ما يقابلها بالعملة المحلية. وأوضح الاتحاد أن تلقي الأموال المحولة من خارج مصر إلى الداخل عن طريق البنوك لا يخضع لأي قيود، وأن صرفها يتم بالعملة الأساسية التي تم التحويل بها أو بالعملة المحلية حسب رغبة العميل. كما شدد اتحاد البنوك على أن الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي آمنة تماماً، وتشهد معدلات زيادة مستمرة لتلامس حالياً مستوى 50 مليار دولار، موضحاً أن استثمارها يتم وفق أفضل المعايير المصرفية وبدون أي مخاطر، وذلك لتمويل عدد من المشروعات التي تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية، مؤكداً عدم صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبديد هذه الودائع أو صرفها لأصحابها بالعملة المحلية.